μόνο της ευθέας, αλλά και όλων τους φοράς, και λες και φυλάς, όμως ακούστε ζέστα. Με συγχωρείτε ακόμα, με έξι πίσως που θα λένε, έτσι με ούτε ο λίγο, με έξι και ακούγε στο φορά. Τα σούρα, το σύστημα, η δύση, το μισή έτσι από όλα και όλα τα λάθη. Είναι αμπισμένοι, δεν είναι χρόνιο ζώδο, σε όλοι τους ουτέρα, με έξι και όλα, έξω από όλα τα λάθη.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا قبل ما نبداو غير شوية ديال الهدوء إذا كان ممكن. أنتم راكم واعيين عارفين المسؤولية الملقاة على رجال التعليم وعلى المكتب ديال الجمعية والمجهودات اللي كتبذلوها. غير نعطيو شوية ديال السكان، لأن إلا تعاوننا معاهم السكان غادي نجحو النشاط، إلا ما تعاوناش بالسكان نقدرو نديرو والو. صافي البداية أود أن أشكر مكتب الجمعية على هذه الأنشطة التي هذه الأنشطة الدورية والسنوية والأنشطة الشهرية اللي كتقوم بها الجمعية. في الحقيقة رغم قصر المدة ديال الميلاد ديال هذه الجمعية، لكنها تعتبر من الجمعيات النشطة على الصعيد الإقليمي. نشكرهم جزيل الشكر على كل ما يقومون به من أنشطة ومن أعمال وأفعال، يعني تخدم منطقة ديال سلوان وتخدم بطبيعة الحال الساكنة وبخصوص التلاميذ والتلميذات ديال المدينة. المسألة الثانية، هذا الأسبوع الذي عودتنا عليه الجمعية نشارك فيه جميعا أساتذة وأطر تربوية وإدارية، نشارك في هذا الأسبوع اللي هو مهم مهم جدا، لا من ناحية ديال الالتقاء والتبادل ديال الأفكار بيناتنا، ولا من ناحية التشجيعية والتحفيزية من المتعلمين الذين هم متعلمين متعلمات الذين هم مقبلون على اجتياز امتحانات شهادة الدروس الابتدائية. هذا الأسبوع اللي بطبيعة الحال كيفتح أمامنا وأمامكم أساتذة وإداريين وتلاميذ وتلميذات آفاقا مستقبلية تخلينا نفكروا باش نساعدوا جميعا في إنجاح هذه التظاهرة. كلمة للتلاميذ الحاضرين معنا والتلميذات الحاضرات معنا، دائما أعيدها أقولها السنة الماضية وأقولها لسا هذه المجموعة، هذه المجموعة اللي راهي جالسة هنا على هاد الطاولات لم يتم اختيارها اعتبارا أو عشوائيا أو في سواد عيونهم، إنما تم اختيارهم باتفاق ووفق معايير اللي على أساس ديالها أو على اختيارهم تقوم برسم وتقصير. ما يمكنش نجيبو شي واحد اللي تسنى مثلا وهو متأخر أو متعذر في الدراسة ديالو، كنجيبو واحد اللي يكون متفوق، متفوق دراسي كيجي التلميذ يبدا من البدايات أو من البداية ديال المسار الدراسي ديالو، أي من بداية السنة أو من بداية السنة الأولى من المولج ديالو الدراسة في الجهة التفوق. هذا ما كيعنيش بلي نتوما والاخر والاخريات الغالبة على هذا المنطقة ما غاديش تكونوا هنا، عندما بالعكس نتوما فيكم مواهب وطاقات متفوقين ربما ما تسمحش لهم الفرصة باش يكونوا هنا، ولكن خصنا نشجعوا هذه المجموعة تكون على الفئة الساسة في المدارس ديالنا. انتم بارك الله على هذه الفئة المتفوقين وإلا
Paris, που σέντρεσαι εκεί. العيادة التربوية الرابعة التي تنظمها الجمعية الثقافية تحت شعار التربية وتكوين أساس النجاح. هذه السنة تشارك 7 مدارس ابتدائية في المسابقة الثقافية و 8 مدارس ابتدائية من نفسها في دوري كرة القدم المصغر التي ستنطلق يوم غد الأحد على الساعة 9 صباحا. إضافة إلى هذا